أو يسليه أو يعزيه، فبينما هم متحيرون وإذا بالعقيل زينب خرجت كي تحافظ على أخيها الحسين، لأنها علمت إن بقي الحسين عند ولده علي الأكبر يخاف عليه من الموت، فلذا جاءت وهي تنادي يا ابن أخاه وحبيب قلبه وعليا، حتى إذا دنت من الحسين صاحت وأخاها حسينا. لما سمع الحسين صوت زينب قام من عندي ولده علي صاحب غيرة وحمية لم ترض غيرته أن يرى زينب تخرج إلى المعركة ما بين الرجال الأجانب. يا معاشر الغيارى، ترك ولده علي وأقبل على أخته ليردها إلى الخيمة أو إلى ولدي، قعد عنده وصفق راحي علي وعيا وأحشافه والنبي شابه علي رايا واح صاحب صوت يا زينب علي رايا واح يا اخويا ضمت الدنيا علي. ثم قال لبني هاشم احملوا اخاكم عليا الى الفسطاط. جاء الهاشميون يحملونه، جاءوا به الى الخيمه المعده للقتلى، وكأني بالعقيل زينب وقفت على رأس أمه منادية تبكو أمي يين علي الأكبر يا زينب، تبكو أمي يين علي الأكبر يا زينب، مطروح ظل ما حد يشيل من الماي هاي ما برد ظليله. ثم جعل اهل بيته يخرج منهم الرجل بعد الرجل حتى قتل القوم منهم جماعه، فصاح الحسين في تلك الحال صبرا يا بني عمومتي صبرا، يا اهل بيتي فوالله لا رأيتم أوانا بعد هذا اليوم أبدا. وخرج غلام كأن وجهه شقة قمر طالع، فاستأذن من الحسين فلم يأذن له، فهو القاسم بن الحسن سلام الله عليه. فاعتنقه الحسين وجعلا يبكيان حتى وقعا إلى الأرض. من بعد ذلك التفت إليه بعدما نأم وقام قال ولدي قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا أفعل ذلك وأراك وقد أحيط بك العدو من كل جانب ومكان. فدعا بثياب أخيه الحسن فألبسها للقاسم سلام الله عليه، عممه بعمامة أبيه وألبسه ثوب أبيه، ثم شد السيف في وسطه فلبس تلك الثياب بزي الكفن، وتقدم الهاشميون ليودعه فودعوه بدموع جارية وزفرات وارية، وزفوه إلى المنية إلى الحمار إلى الموت. آلت النوبة إلى بنات رسول الله لزمة ارتشافها يسكينا، وعامت بحلقة شيبها ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي يا ابني يا عسيم هالوكي حيلك العام مقضوم، انا هل يوم
فقاتل قتال الأبطال حتى بلغ من همته أنه حمل على حامل راية عمر بن سعد، أراد أن ينكس الراية من يده بعدما يقضي عليه وهو يطرد الكتائب بين يديه، فقال اللعين: عمر بن سعد بن رفيل الأزدي، علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ذلك لأدخلن به عمه الحسين. فقال له حميد بن مسلم: ويلك، ما تريد منه؟ أيكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب ومكان؟ فقال: والله لأفعلن. فما ولى اللعين هذا وقد انقطع شسع نعله، فألف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان، فجعل يشد شسع نعله، فجاء إليه اللعين غيلة فضربه بالسيف على رأسه، فوقع الغلام إلى الأمام صريعا مناديا: يا عمه ادركني. فجاء إليه الحسين كالصقر، ثم شد شدة إليه وأوضف، فضرب ابن نفيل بالسيف فاتقاها بالساعد فأظنها من لزم المرفق، فصاح صيحة عظيمة سمعه أهل العسكر وحمل أهل الكوفة ليستنقذوه، فوطأته الخيل حتى هلك. قال: وانجلت الغرفة فرأيت الحسين قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجلين، والحسين يقول بعدا لقوم قتلوه: ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ثم قال: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمل عليه السلام على صدره حتى ألقاه بين القتلى من أهل بيته.